السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طولت عليكم شوية بس معلش بقى، انتوا عارفين في رمضان الوقت ضيق، فقلت انزل لكم بوصفة كده خفيفة وسريعة مش هتاخد معانا وقت خالص. هنعمل دبابيس الفراخ، بس هنعملها في صينية خضار كده مشكلة حلوة جدا، طعمها حلو قوي ومكوناتها بسيطة وطريقتها مفيش اسهل منها. هنبدأ الوصفة بتاعتنا، بس ما تنسيش اللايك والشير، ولو اول مرة تدخلي القناة اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعارات بالفيديو اللي بنزلها اول باول. اول حاجة هنجيب البولة اللي هنعمل فيها التتبيلة بتاعتنا، وهنضيف عليها معلقتين كبار من الزبادي، وهنضيف كمان عليهم نص ليمونه. التوابل بتاعتنا عباره عن ملح وفلفل وكزبره ناشفه وثوم بودر وبصل بودر وبابريكا ونص معلقه صغيره من بهارات الفراخ. هنضيف عليهم كمان نص معلقه من الثوم المفروم وثلاث معالق من الكاتشب. هنمكس بقى كل المكونات الحلوه دي مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنضيف حوالي 3 4 معالق زيت علشان الوصفه دي ما فيهاش كميه دسم خالص، الدسم فيها قليل جدا. هنقلب بقى التتبيله الحلوه دي، وبعد كده احنا طبعا مجهزين الدبابيس بتاعتنا، كنا عاملينها في محلول النقع، كنت منزله لكم طريقته قبل كده في فراخ كنتاكي، هنزل لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس تبقوا تبصوا على الطريقه. هنضيف بقى الدبابيس بتاعتنا، عملنا فيها فتحات كده صغيره علشان التتبيله توصل لكل جزء في الدبابيس، وهنمكسهم كده مع بعض، وهنسيب الدبابيس دي تتبل على بال ما نجهز بس باقي الخضار. في الوصفه دي مش شرط ان احنا نسيب الدبابيس فتره طويله لان هي هتستوي مع باقي الخضار. هنجيب بقى الصينيه اللي هنسوي فيها بقيه الوصفه بتاعتنا، وهنضيف حبه خضار كده مشكلين. انا ضفت بطاطس متقطعه ترنشات، وكمان جزر وطماطم وبسله، وطبعا اهم حاجه البصل، نكتر كميه البصل شويه. انا عامله الخضار كميات قليله علشان لما بنجمع الخضار في الاخر الكميه بتكتر، فبلاش تكتروا من كل نوع علشان في الاخر هتلاقوا الكميه زادت. هنتبل بس بملح وفلفل اسود علشان لسه هنضيف الفراخ بالتتبيله بتاعتها. كل الصوص اللي في الفراخ هينزل على الخضار المشكل ده، هيخلي طعمه في منتهى الجمال. الوصفه دي سهله وسريعه ومش بتاخد وقت خالص، وخصوصا لو انتي متجوزه جديد وما بتحبيش وقفه المطبخ، في ثواني اللي هتحضريها ومش هتاخد وقت كمان في التسويه. هنرص الدبابيس بتاعتنا بالشكل اللي يعجبنا، وباقي التتبيله بتاعتنا هنضيف عليها نص كوبايه ميه، وهنحطها على باقي الخضار. هنغلف الصينيه بتاعتنا بالفويل كويس جدا، اهم حاجه ما يدخلهاش هوا علشان تستوي في وقت قليل، وبعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره عاليه في النص في الرف الوسطاني. هتاخد بالظبط ساعه الا ربع بالكتير قوي، هتطلع دايبه دوب بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هندخلها كمان دقيقتين تاخد لون تحت الشوايه، وهيبقى شكلها بالجمال ده، يعني صينيه بصوا بتتكلم عن نفسها. جنبها طبق رز بالشعريه وسلطه خضراء، وكده احلى وجبه للفطار ان شاء الله. وصفه سهله وسريعه، جربوها هتعجبكم. مكوناتها موجودة عندنا في كل بيت، وزي ما انتوا شفتوا الطريقة ما خدتش معانا وقت خالص. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو الطريقة دي عجبتكم واستفدتوا منها ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مرة تدخلوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد بنزله. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، مع السلامة.